القطط دول بالنسبه لي بركه من عند ربنا، عشان دول لا بيؤذوا ولا حاجه. محمد شربت هنا جانب العربيه ونادى عليا ولاد مرضيت لما هم دول ما بيدفعوش اكتر من 5 جنيه، والبرنس فيهم بيدفع 10 جنيه. انا اسمي محمد عبد الحميد من سوهاج، وعايش هنا ليا بتاع 50 سنة. في المكان ده اللي انا قاعد فيه ليا 30 سنة، والناس كلها تشهد يعني الحمد لله، وسمعتي مع الناس حلوة والناس كلها بتحبني وانا بحب الناس. باجي اصحى بالبيت الساعة 7:30، انزل 8، اجي هنا بتاع 10 و11 بس، وبروح قاعد فارش وبروح قاعد زي كده. حكيت مع القطط ارواح ربنا خالقها بتيجي جنب مني بتعشعش معايا، يعني طيب يعني بيقعدوا جنب مني كده. القطط دول بالنسبه لي بركه من عند ربنا، عشان دول لا بيؤذوا ولا حاجه، وبيخشوا الجامع بيناموا كمان، يعني اغلبيه القطط تلقاها في الجوامع، اما الكلب لا، عشان دول طاهرين. بس ادي انا بحبهم عشان كده. واحد اسمه كاتانيلا، واحد اسمه ابو سريع، عشان ابو سريع ده بياكل كتير، كاتانيلا ده غلبان، يعني ممكن ابو سريع ياكل اكله وده يقعد يتفرج عليه. هم ربيهم وعارفهم. كاتانيلا عشان غلبان، غلبان وتملي ايه، قاعد في حاله ينام تحت عربيه ده، لكن التاني عامل زي الغول، اهم حاجه عنده بطنه. ربنا بيرزقني وبيرزقهم، يعني في ناس بتجيب لهم اكل اهو بياكلوا، وفي ناس لما اخذه بتديني فلوس اجيب لهم اكل، وانا ساعات لما بكون ما فيش حاجه بروح اجيب لهم اكل من، ويعني متعودين على كده. اول ما اجي يجروا عليا، وساعة ما امشي يخشوا جوه البلزيمه هنا ويناموا تحت اي عربيه. ده امه سابتهولي والله العظيم، هو بيرضع كده زي العرس، وقعد جنب مني بس وصلتني عليه قبل ما تمشي اسألي دي كمان. بقي تركب فوق كتافي كده وتركب فوق دماغي كده وتقعد تلحس في رقبتي وتبوس ومش عايزه تسيبني من هنا، وتنده على ده علشان ايه يتعلم منيها. انا ما اعرفش، انا كنت في السيده الاول، جيت من السيدة قعدت هنا، بقيت أروح وأجي أروح وحاجة الناس عرفتني، قعدت بقى عديت في الشارع علمتني كل حاجة في الدنيا. بس الناس الطيبة بيبقى طيبة، الناس الوحشة ربنا بينتقم منها. شفت ناس حلوة وناس وحشة، ومرت علي جميع كل حاجة، بس الحمد لله طول ما الواحد مع ربنا ما بيغلبش أبدا. ربنا بيرزق الواحد زي ما هو على ضميره. بس اللي كانوا بيجوا عند عنتر هنا بيحمدوا الافلام ممثلين، بس ما بعرفش، لو شفته في التلفزيون بعرفه، بعيد عن هنا بيبقى شكله متغير غير التلفزيون. هم دول ما بيدفعوش اكتر من 5 جنيه، والبرنس فيهم بيدفع 10 جنيه. الغلابة حلوين، في اللي بيديني 10، وفي اللي بيديني 20، وفي ساعات لما يكون في رمضان ولا حاجة بيديني 50 30، وديني عايش على كده. متجوز واحدة لما أخذة تعبانة برضه، عاملة عملية في رجلها ويعني بركة، فأنا بجري عليهم بقى. هي نصيب، إرادة ربنا. أول ما شفتها عجبتني وعجبتها، امين امين. ربنا سهل المشاوير، وحتى المأذون جانا لغايه عندينا، اقول لها ربنا يخليها ليا ويحرسها ربنا، عشان غلبانه. اتمنى لها كل حاجه بالشفاء، ربنا يشفى عنها ويهدي سرها. انا نفسي اروح الحج بس، مش عايز حاجة تانية.